السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بزملاء ديالنا الكرام في كل مكان، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم إن شاء الله جيناكم في واحد الفيديو جديد. كما كتشوفوا معنا هاد الطويجنات هادو أشكال متنوعة، كما كتشوفوا كاين هاد الشكل هذا الأوفال، وكاين هذا السوبيير على شكل سوبيرة، واحد الحلة جديدة، وكاين هذا على شكل مستطيل. هاد الطاجين هذا قرب ليكم باش تشوفوا الشكل ديالو. شوفوا في هاد البيغيكس هذا، هاد المول هذا ديال الزاج اللي كنقدو ندخلو الفران، وفي هنايا كيكونوا واحد جوج شميعات. هادشي بالنسبه للسوبيغ، حتى هي يا بلاصه الشميعه. بالنسبه للاوفال حتى هويا نفس الشكل. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا كما كتشوفوا، ديزاين مختلف. هذا بالنسبه للاوفال، هذا بالنسبه لهذا على الشكل مستطيل، والسوبياغ كما كتشوفوا. بالنسبه للشميعات راه كيتباعوا معاهم، غير حنا محيدينهم، ما كيجيو بالشميعات ديالهم. كاين عاوتاني هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بالنسبه للماتيغ راه اينوكس، يعني ما غادي تخافوا لا من الصدى لا من حتى شي حاجه. ها هو حلول. بالنسبه لهاد الاشكال هذه اللي وريناكم فيها الدوغي، راه فيها حتى السيلفر على حسب كل واحد واشنو كيبغي. بالنسبه للابيض نفس الشكل، بالنسبه للون سيلفر. الاوفر ديالو كلهم فيهم هذاك المول بيريكس، وفيهم بلاصه الشميعات. بالنسبه للسوبيير هادوك الشميعات الدور ديالهم ان الا درنا شي حاجه هكا بالنسبه للمملحات كتبقى شاده السخونيه ديالها، وحتى التقديم كيجي رائع، يعني كتحط فوق الطبله بالشميعه شاعلين كيجي شي حاجه زوينه بزاف. ها هو هاد الشكل هذا حتى هو في السيلفر اوفال. ها السوبيير ديالو كما كتشوفوا معانا، كاين هاد الميناجير هادي شي حاجه زوينه ديال تركيا، فيه 89 بياسه بلا الكوفري اللي كيجي كما كتشوفوا على الشكل العود. وريكم من داخل الشكل ديالو، شي حاجه زوينه ماد ان تركي. يعني كامل فيه كل داكشي اللي كنحتاجو ديال الكوفير، حتى بالنسبه لهادو كاين هاد السباتيل هادي، كاين هاد لالوش وهاد الباسوا، يعني مجموعه رائعه زينه. نتمنى يعجبكم. كاين عندنا فيه حتى واحد الشكل اخر، واحد ديزاين اخر، فيه حتى واحد ديزاين اخر، غنحط لكم حتى هو لا فوتو ديالو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.